مصر انهم يروحون ويشوفون مثل العالم. ايها الاخوه المشاهدون، ايها المشاهدون الاعزاء، السلام عليكم. ايها الاخوه الحضور، السلام عليكم. الخطايا رسم تفاصيل الضياع، ويصبح العالم حوالينك خداع. الخطايا رسم تفاصيل الضياع، ويصبح العالم حوالينك خداع. انت لا مصير ولا وجود ولا كيان ولا مكان ولا صديق ولا قريب. الوفاء عندك يموت والعمر منك يفوت. أعز لو ندم ما يفيدك، لو عرف ما يفيدك، لو ندم ما يفيدك، لو عرف شاهي يروق الدماغ. يا سلام، تسلمي تسلمي هنيا. اقول لك انا لازم اسافر بعد ملكة عناد. بس روح دي، هذا موعد انا مستني من زمان وما اقدر اخر. طيب والشغل والشركه كيف حتدبر امورها؟ تتسهل تتسهل. انا قلت لك عماد فهم الشغل كله، ولد فهلوي ما بقول لك من زمان. تخيلي انا ما كنت متوقع منه الذكاء ده. ثقتك الزايدة في عماد. ثانية بدرية، انا عارف كيف ارتب اموري. انت بعدين اخذ الموضوع بحساسية عشان تربية امه له. انا خايفة وماني مطمنة، الله يستر. انت اكيد ما انت في وعيك يا غبي يا غبي. تمسكن حتى تتمكن، وبعدين انفش ريشك. انا ما اوطي راسي لاحد. اللي يتجوز امي اقول له يا عمي انت لسه بحاجتهم. انت كده ما ترتاحي يا امي لما تكسري لي مجاديفي. انا ما اكسر مجاديفك، انا ادلك لطريق الامان. ما ابغاك تغرق في غرورك وهوجنتك. كل هذا عشان خلود؟ خلود وغيرها. المثل يقول سانك حصانك إن صنت صانك. لا ترمي كلام هنا وهنا كده، تكشف سرك وعدوك يحطاط لك. ماشي، ما تبغين أتكلم ولا أرمي كلمة هنا وهنا؟ خلاص خلود لا تزعلها. خلود بحكم الشرع زوجتك وراح تكون أم ابنك، لازم تراضيها. هي اللي ما تطيقني ما تطيقني، ما تسمعيها، كل كلمة عندها أكبر من الثانية. شايفة نفسها متعلمة وأنا ماني متعلم. خلي عقلك أكبر، ساعة
سايرها حتى تضل المركب سايرة. افهم عاد. أخذ الدواء بس بشرط أروح أشوف الشغل وأرجع تاني. ارتاح يوم واحد بس عشان خاطري. الدنيا ما هي طايرة يا أبو محمود، صحتك أهم، ومحمود يمر على المحل ويقفل الحساب مع العمال. صحيح، هو فين محمود؟ اتصل وقال حيعدي على سليم بعد ما يقفل المحل ويمكن يتأخر عنده. طيب أسوي لك شوية شاهي مع بابونج، يمكن أعصابك ترتاح وتنام. أنا أسوي، أبويا يحب الشاهي من يدي. يا سلام، وإحنا صرنا كخة، ما تتكلم يا أبو محمود. إيش رأيكم أنتوا الاثنين تروحوا تسووا الشاهي وتريحوني منكم؟ إيش اتفقنا يا أبو محمود ولا نسيت؟ أيوة 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 صح نسيت. روح يا أم محمود سوي لي الشاهي كده على يدك الحلوة دي. ها خير يا أبويا؟ يعني أنا حاسة في مؤامرة علي. ولا مؤامرة ولا شيء يا بنتي، أنا بس حبيت أتناقش معاك في موضوع عماد. عماد؟ حسب ما قالت لي أمك إنك مصرة على موقفك من عماد. يا بنتي أنا ما أبغاك تكوني مجبرة على شيء، هذه جوازة، شراكة، تفاهم، حب. أنا في البداية قلت تاخدي فرصة للتفكير، لكن وبعدين؟ بصراحة يا أبويا أنا ماني حاسة بأي مشاعر اتجاهه غير إنه ولد عمي. متأكدة من مشاعرك؟ والله احترت، ما نعرف إيش أسوي، أصارحه ولا ما أصارحه؟ المشكلة لو صارحته حينصدم فيه، ولو ما صارحته ضميري يا سليم ضميري حيأنب. يا ريت أنا ما عرفت نواياه. مو جايز تكون فاهمه غلط أو تسرعت في حكمك عليه. والله شيء حي، إذا أنا صدمت إيش حال عمك المريض؟ دبرني دبرني يا صاحب، إيش أسوي في التخبط ده؟ المشكلة إن أختي خلاص صارت زوجته، ومن جهة تانية عمي عمي على قولك وثقته العمياء فيه، ومن جهة ثالثة إنه ولد عمي. لا، والمصيبة المصيبة اللي هنا، ضميري ضميري حيأنبني يا سليم. وليه ما تصارحه؟ صار؟ لا 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 ما صار اصلا. انا ما عندي دليل واضح لين دحين. ومشكلة اختك هي دي الكارثة الكبرى. تخيل مشاعر اختي تجاهه صفر تماما، ما هي طايقته، تقول كأنها كانت حاسة او كأنها كانت متوقعة. مو حتى انت كنت متوقع. ايوه كنت متوقع بس مش بالسرعة هذه. وايش الفرق؟ الفرق الفرق انه عماد ناوي يحطنا قدام الامر الواقع. بس كيف؟ هذا اللي لازم اعرفه. يا ابو علي يا ابو علي الله يهديك. لا لا ايش اخبي عليك. ايوه فاكر فاكر، ايوه شركة هاردري. والله بصراحة اخوي انا مالي في الشغل، وبعدين الخواجات دول ساعة يقولوا يس ساعة يقولوا نو. اي لا طبعا طبعا، تعامل مع شركة زي هذه لها اسمها ومكانتها، اكيد مكسب اكيد. ولا تنسى كمان اسمي في السوق. اي انا بصراحة مالي في الشغل تعبت. لا والله انا ماني عارف اخلص من الشغل ولا من المرض اللي انا فيه. الله يعافينا وياك. كيف؟ لا 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 لا، انا سلمت الامور دي كلها لعماد. ايه عماد ولد اخويا اسعد الله. كيف؟ ايه ايه هو ماسك الشغل كله. ابغى ارتاح يا اخويا. ما هو كده يعني، ربنا سبحانه وتعالى ما رزقني بالخلفه لكن عوضني بعماد. ايه لا 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 قريب قريب، الله كريم ادعيلي. ماشي يا ابو علي، ما وصيك تخلي بالك حسب ما اتفقنا.
يكون خير. مع السلامة. مع السلامة. عبد الحميد قلقتني، ليش مستعجل على السفر؟ يا بدرية، الدكتور يقول لازم أسافر له عشان أعمل الفحوصات والتحاليل من جديد. عشان تدفع الفحوصات والكشفية والذي منه، ويقول لك مع السلامة والقلب داعي لك. الفلوس ما هي مشكلة، هذه نعمة وزائدة، لكن الصحة أمانة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. ما عندنا طب أحسن. لا لا لا، نقص دكاترة ولا حاجة، دكاترة اللي عندنا فيهم الخير والبركة. بس دكتوري اللي كان بيعالجني هنا سافر هناك، فطلب اني لازم اسافر له هناك. ايوه قول كده. وعشان كده انا قررت اروح، لاني انا مطمن بوجود عماد في الشركة. عماد؟ عماد اللي ماله كم يوم تمسكوا الشركة؟ يا بدرية، قلت لك انه ولد فهلوي وذكي وشارب الشغل شرب. انا بقول لك للمرة المليون انت تسرعت يا عبد الحميد. اقول لك اتوكلي على الله، خلي امرك لله. ايش رايك في عشوة سليم من ايدك الحلوة؟ تفضل يا سيدي. شكرا. صحتين. واسلمك. ايش سويت؟ تفاهمت معه؟ يقولك أهلي ناموا؟ نام؟ إيش اللي حصل؟ لا أنا تركته عند البحر، هو راح في حاله وأنا رحت في حالي. أنتوا مش خرجتوا مع بعض على أساس تتفهموا في موضوعي؟ قولك تصبح على خير. محمود؟ أنا من يوم ما خرجت وأنا منتظرة منك رد. بقول لك أنا تركته ورحت السليم. غريبة. إيش اللي حصل؟ لا لا ما في شيء ما في شيء. محمود؟ من عماد؟ لا لا ما هو من عماد. محمود إيش في؟ أقول لك انت لساعك مصممة على موقفك وقرارك؟ لايش تبغى توصل؟ عماد. ايش بو عماد؟ لا لا ما في شيء ما في شيء. محمود انت في حاجة مخبيها علي. خلود انا تعبان وما انا بزي الناس. خلينا نروح نام. تصبح على خير. يا خوفي من عماد يا عبد الحميد، البنت صار عندها حالة من الرعب. يا بدرية، بلا مبالغة بلا رعب بلا كلام فاضي، كبروا عقلكم يا هو. أنا ما بالغ، لكن يقول لك حرس ولا تخون. الولد كان بعيد عننا، ما نعرف أخلاقه وتربيته. أحرص على إيه؟ أحرص على إيه؟ على وريثي ورثني ولا نسلي مد بأصلي ولا ولدي ترحم علي ولا؟ أستغفر الله العظيم، إيش لزوم الكلام ده؟ خلي أملك بالله. ونعم بالله. طيب أروح معك بالمرة أكشف على نفسي ونشم الهواء. أوعدك إذا وصلت هناك وعرفت راسي من رجلي أرسل لك على طول. على فكرة أنا مخلي لك 100,000 ريال في الخزنة، طلبيها من أبو محمود. وليه ما أطلب من الشركة كالعادة؟ وماله، أطلب من عماد، ما هو زي ولدك، أقصد زي ولدنا يعني. أخيرا صدر قرار بتعييني في المنصب الجديد. خلاص يا أمي، أحلى
احلامي واحلامك كلها راح تتحقق. وداعا لزمن عماد القديم، واهلا بزمن الافراح. لا تحلم كثير. وليش ما؟ ليش لا؟ بعد ما قررت من اللي انا ابغاه بدات الطبخه تستوي. طول عمرك خايب. لما عمك عبد الحميد يكون مسافر مين حيصرف على الفرح؟ ابوك؟ هو لازم يعني الصرفيات والبعتر اللي ما لها داعي. ما خلاص نسوي جواز صغير كده واهلي والسلام وختام. اقول لك سلام. يا خساره يا عماد، يا خساره. ايش تبغي؟ اقول اسكت اخلي الموضوع لغايه ما يرجع من السفر؟ لا لا لازم يعرف، بس خايف يصدق. ماني عارف اتصرف، لازم يكون عندي دليل ملموس. يا ابو الشباب بتكلم نفسك ولا ايه؟ هلا عمي. هلا حبيبي. هلا هلا هلا. الله يرضى عليك. هلا الله يخليك. ايه اليوم فلة؟ ما رحت الشغل ولا ايه؟ لا رحت العمل، استأذنت وجيت خليني اسلم عليه، قلت قبل ما يسافر. على فكرة كيف الوالد اليوم؟ لا الوالد الحمد لله رب العالمين، رحت له البيت لقيته نزل الشغل. عمي انا في موضوع ابغى اكلمك فيه بس متردد شويتين. موضوع متردد؟ خير يا محمود؟ بصراحة يا عمي هو الموضوع بخصوص عماد. أنا تكلمت معه يعني لو ترى قلقتني، ما تهرج. بصراحة يا عمي الموضوع بخصوص السفر، بخصوص الشركة، بخصوص خلود. محمود حبيبي بلاش الكركبة في المواضيع دي. إيش بها الشركة وإيش دخل خلود في السفر؟ عمي هل تعتقد إنه عماد كفؤ بالمنصب اللي أنت اديته إياه؟ يعني أنا قصدي إن أنت لو محمود حتلولي وحتتلكلك كتير، ما تخش في الموضوع. عمي أنا أعتقد إن عماد تنقص التجربة والخبرة الكافية أن يدير منصب زي هذا ويتحمل المسؤولية. هي الحكاية أنت ناسي أنك أنت اللي توسطت له عشان يشتغل عندي؟ إيش اللي غير الأحوال؟ عمي أنا خايف. خايف من إيه ومن مين؟ عمي عماد فينك؟ من الصبح انا بدور عليك، فين رحت؟ خير؟ عم عبد الحميد بيدور عليك، هو معاه محمود. لا 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 لا, لا, لا تحاول تغير نظرة تجاه عماد، مو كفاية بدرية يا ابني. المثل يقول دق مسمارك على جدارك لو سمع جارك. بعدين الشركة دي حتكون لمين؟ مو لكم؟ كيف افهمه؟ ايش بك سكت؟ عمي بصراحه الموضوع غير كده تماما، الموضوع اكبر من كده. عمي عماد حاول انه وايش بك انت كده داخل متصار بعيش فيه؟ ها في شيء. المطار المهم ما اوصيكم على بعض. وانت يا عماد انا يمكن اطول في السفره دي شويه، وبعدين ما عندي أحد أعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى في الشركة غيرك أنت. عندك عادل، لو أحتاج شيء كلمه، هو يعرف كل قملة ونملة في الشركة. حلوة 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 قملة ونملة هذه. أنت بس أرجع بالسلامة. أهم شيء إنك ترجع بالسلامة ولا تشيل هم شيء. يا رب يرجع مشافة معافي.
يا ربي ربي يزح عنك المرض ويشيل عنك الهم. كله على الله، المهم ما أرجع أقول وأوصيكم على بعض، شايفين انتبهوا على بعض. يلا سلام عليكم. مع السلامة. 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 ماني قايل لك انه هذا زمن حماد وما تقدر عليه؟ لا تلعب بالنار تحرق اصابعك. ها عمي والله يا هلا بعروستنا، ما قلتي لي؟ يا رب يكون عجبك بيتك. بيتي؟ طبعا بيتك. يلا قومي شوفي غرفة النوم، المطبخ، شوفي إذا ناقصك شيء، مش كده يا بدرية؟ طبعا من حقها تشوف بيتها اللي حتتزفي فيه أحلى عروسة إن شاء الله. أكيد هو عندنا أغلى وعز من خلود، دي بنتي قبل ما تكون زوجة ابني. والله أنا اللي شفته أنه البيت جاهز من مجاميعه. البركة في عمي عبد الحميد طبعا. طبعاً يا حبيبتي ما أحد ينكر فضل عمك عبد الحميد، التعاون يصير بين أحسن العائلات. عماد ابني يستاهل، وهو ما قصر، اجتهد وتعلم الشغل كله وبعدين يشتغل في حلاله، ما هو في حلال غيره ولا يا جماعة. تاني يا أم عماد. يلا يا أمي نمشي. تمشوا تمشوا وانتوا ما تغديتوا؟ اعتبرها نقص في حقي. يا هلا بعروستنا. زي ما قلت لك عادي، خليك مع عماد خطوه بخطوه. ابشر طال عمرك. ما وصيك، اتصل بي على الارقام اللي عندك، اتصل بي اول باول. طيب بالنسبه لطلبات البيت؟ لا لا خليها ماشيه زي ما هي، كاني موجود. حاضر ماشي، تروح وترجع. بالسلامه. السلام. خلي بالك. في امان الله، ارجع بالسلامه. دقت ساعه الصفر، جاء وقت العمل. اليوم يومك يا عماد، بدا الزمن اخيرا يضحك لك. هذا هو زمن عماد، عماد وبس. مرحبا. هلا هلا أمي. خلود عندكم؟ لا تتأخر، الجماعة منتظرين، خلود معاهم. طيب 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 أنا جاي دحين حالاً. على جناح السرعة بيقول مشتاق يشوف خلود. حقه زوجته. ودعك بالسلامة ويا رب يرجع بالسلامة. ما قال لك قديش متأخر السيد عبد الحميد؟ يلا يا أمي نمشي. واه ليه الصربعة؟ جوزك جاي؟ لسه ما صار جوزي. خلود هذا كتب كتاب، لما يصير جوزي يكون في كلام تاني. عيب يا خلود. خلها براحتها يا محمود، من حقها، كل شيء بوقته حلو. لما تعاشرينا يا بنتي تعرفينا. يلا يا أمي دحين أبويا يجي وما يلقى الغدا جاهز. خلص يا حبيبتي مو وقته. أنا قلبي مقبوض وخايف. ليه يا بنتي؟ بيتنا كهف ولا مغارة عشان يخوفك؟ ولا نشبه أحد يخوفك؟ وش هالكلام يا أم عماد؟ مو قصدها، هي بس قلقانة على أبوها تعبان شوية، مش كده يا بدرية؟ معقول برضو، هي عندها زوجها وانت زوجك مسافر، ولا البيت ما هو قد المقام عشان تتغدي فيه يا بدرية؟ واه عيب الكلام ده، عيب الكلام ده يا أم عماد. أنا وعدك أجيلك زيارة خاصة جدا 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 في وقت تاني. يلا يا أمي. على فين يا خلود؟ على فين يا زوجتي؟ على فين يا شريكة حياتي؟ تأخرنا على عمك أبو محمود. أيوه طيب براحتكم يا حماتي، لكن خلود لا، خلود زوجتي على سنة الله ورسوله وشريكة حياتي. عماد أمي آسف معليش، لا تتدخلي بيني وبين زوجتي.
زوجتك؟ كده من الباب للطاقة؟ خبط لزق؟ ما في أصول؟ ما في أعراف؟ وليه خبط لزق؟ وليه من الباب للطاقة؟ وليه أصول وأعراف؟ باب المحكمة مفتوح والشرع موجود. وليش رأيك يا حماتي؟ ما تقولي شي يا فوزية. عماد تراك. آسف يا أمي، أنا رجال البيت هنا وأنا اللي اتخذ القرار. براحتكم، اللي يبغى يروح يروح، لكن خلود ما تشبر برة البيت هذا خطوة واحدة. يا ابني يا عماد، الأصول أصول، وهذا مو فعل أولاد الأصول. أصول فصول، هذا حقي والشارع يقول كده، وخلود ما تتحرك من هنا. يا ابني ما أحد أنكر حقك، لكن في أصول عرس ناس فرح. شكراً، وفرنا عليكم، سعيكم مشكور. أنا كنت حاسة من الأول إنك مش عماد زمان. زمان، مكان، فلان، علان، البيت هذا أنا صاحب القرار فيه. هي دي الرجولة في رأيك؟ لا تنسى يا محمود تقفل الحسابات معاهم. خلاص أبشر. يا أم محمود، يا خلود، إيش هذا؟ لين دحين ما رجعوا؟ قالوا لي مجرد زيارة سريعة ويرجع. تلاقوا عماد مسكت فيهم ولا حاجة أبوي. طيب أتصل أسأل عنه. طيب أوكي. آخ. فين واحد مو؟ ألو. ايوه عماد اهلا. اقول لك فين الجماعه؟ نزلوا. ايش الصياح اللي عندك هذا؟ الو عماد، الو الو. غريبه. ايش في يا محمود؟ ما ادري، سامع صوت زعيد وصياح كانه صوت خلود. صوت خلود؟ عماد هذا ما عجبتني سلوكيات يا ابويا، ده انسان مريض، انسان معقد. الخسيس طول عمرك. انت معايا ولا معاه؟ انا مع خلود. تعال خلود، فهي زوجتي وانا اربيها بالطريقه اللي انا اشوفها. هي حيوان عشان تربيها يا ناقص؟ ايه ذنبها؟ الحرمه لازم تطيع زوجها يا امي. بالمحبه بالتفاهم. شيء عجيب والله، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك الصغري. انت تبغى تجنينيني يا امي. طول عمري اقول عنك خايب، خلود حاجه واهلها حاجه. اقلب وجهك عني. ماشي، بس برضو على فكره خلود ما تعتب برة البيت هذا، سامعه ولا لا؟ وتقعد رجلها فوق رقبتها. واذا كان على المفتاح، المفتاح اهو وحيكون في جيبي طول الوقت. معلش يا خلود، حقك علي. أنا أبغى أروح بيت أهلي، أبغى أبوي وأمي، أبوس إيدك. الجبان التافه. طيب عماد. يا ابني يا ابني، الأمور دي ما تعالج بالتهور والعصبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهدأ وخليني أفكر في حل أفضل. ماني مصدقة اللي حصل. دي بدرية حتتجن من اللي صار. المشكلة الآن هي زوجته. ما قلنا شيء، هي زوجته، لكن في عادات تقاليد. معقولة بنتي تتزوج بالطريقة دي؟ طبعا مو معقول، لازم نتصرف. أصلا هي كانت مقررة تنفصل عنه، ما تبغاه. نتصرف كيف مع زوج وزوجته؟ زوجته، لكن مو بالطريقة دي. اسمح لي يا أبوي أروح أجيبها. ده طردنا من البيت أنا وبدرية. سامع سامع يا أبوي، طردهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفوزية إيش موقفها؟ إيش موقفها؟ راسه ألف سيف، خلود ما تخرج معانا. أنا ماني قادر أقعد، لازم أتصل. أنا أتصل يا ولدي. خلص. أهدى أهدى يا أبو الشباب.
أمي قولي لها خلود لازم تنام الليلة في بيتها. ألو أم عماد، ها طمنين. يرضيك اللي حصل يا أم عماد؟ هذا تصرف واحد عاقل؟ والله أني خجلانة من تصرفاته، مش عارفة يا أختي إيش اللي غيره فجأة. أقول لك خلي الليلة خلود عندنا، خلود في عيوني وفي النهاية عماد زوجها. لا 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 لا، ماني موافقة على تصرفاته، لكن إيش أساوي عنيد. حاضر خلود. خلود يا محمود دخلت الغرفة. أيوة يا أم عماد، ليه مترددة طمنيني؟ خلود بها شيء؟ طيب طيب، مع السلامة مع السلامة. ها إيش قالت لك؟ حتخليها عندها اليوم وهي حتهدي الأمور. محمود طمن يا أبويا، صدقني ما حسوي شيء، أنا رايح عند سليم عن إذنكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل اللي بيحصل ده بسبب التربية. أنا من زمان خايف على عماد من أسلوب أمه القاسي، بس ما توقعت يكون بهذا التمرد، ينقلب حتى على أمه. الله يهديها، المسكينة قاعدة تحصد اللي زرعته بقلب ابنها. أنا ما رضيت أقول قدام محمود، ده انهبل وانفعل وضربها. ضربها؟ أنا في حياتي ما رفعت صوتي عليها، يقوم يضربها؟ والحل يا أبو محمود، هنفضل جالسين كده ساكتين على اللي حصل واللي بيحصل مع البنت؟ أنا ما أعتذر من أحد، وبعدين إذا اليوم اعتذرت لها بكرة إيش حسوي؟ هي كده لازم تتعلم على طبعي وتتعرف على أسلوبي. أنت خلاص؟ ضمنتها تعيش معاك؟ أنت عندك شك في كده؟ تصرفاتك التافهة ولا حرمة تقبل تعيش معاك. هذه زوجتي وبنت عمي، ما هي أي حرمة. بنت عمك تعاملها بالمودة، ما هو بالعنف والضرب. أنت اللي بتتكلم على القسوة والعنف والضرب. أجل اللي أنا فيه هذا من إيه؟ أنا ربيتك على العنف عشان تطلع راجل، مو تسترجل علي وعلى بنت عمك. عمك 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 هلكتيني دحين، مو هدول الناس اللي انت زرعت في داخل الحقد عشان تنتقم منهم. انا قلت اكره معاملتهم لي ولزوجي، اكره سعادتهم المبنية على شقاي وشقى ابوك. نفسي اشوفهم محتاجين مثل ما كنت في يوم محتاجة. انا خلافي مع رجال ما هو محاريم. انا بصراحة احترت فيك، انا ما عارف انت ايش تسوي بالضبط. انا حاس ان انا مقسوم للصين، نص أعرفه ونص ما أعرفه. أنت عارف شيء أصلاً؟ أنا اللي أعرفه أنك أنت بتكرهيهم وبتكرهيني وبتكرهي حياتي، وكرهت أبويا كمان في حياته. خلينا في خلود. خلود زوجتي وتفضل عندي، واللي مو عاجبه يشرب موية البحر. طول عمرك خايب وهايف. انت تبغى توصل لايش بالضبط يا عماد؟ أنا اللي أبغى أوصل له حقي وحق أمي. تبغوا تتهاونوا أنتوا أبوك في حقوقكم، هذا شيء راجع لكم. تبغى تحط يدك في يدي، أهلا وسهلا. أنا آسف يا خلود، يا زوج، يا تاج راس. وخر عني، خليني أروح.
بيتنا. أنا عمتي 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 خلود، عماد ما قصر، اعتذر كفاية. تفهمي مع جوزك، اروح اجيب لك لقمه تاكليها. عماد اتفاهم مع مرتك. انا بس ابغى نتفاهم، تقربي لي وقربي لك، اتفاهم قرب من بعض. أنا كل اللي أبغاه منك إنك أنت تكون إنسانة مطيعة هادية، وأنا أكون رجلك، عمادك، سندك، شبيك لبيك. عماد بن الهيبي، خلي الطبخة تستوي، إيش رأيك نسويها سوا؟ يا أمي داهية تاخذك، قلت لك تفاهم مع مرتك. لا في أحد يرد، ما أنا عارفة كيف هين عليك تترك بنتك في الحالة دي. أهدأ يا أم محمود، أهدأ. إيه أهدأ؟ من فين يجيني الهدوء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لو فيي حيل كنت رحت دحين. أنا آسفة يا أبو محمود، نسيت إنك تعبان، لكن أنا خايفة وقلقانة على البنت. لا تخافي ولا تقلقي، يعني فين هي؟ بيت زوجها. يرجع يقول لي زوجها، وهذه الحقيقة. أبو محمود أنت معايا ولا؟ أنا ماني مختلف على المبدأ، لكن مختلف على الأسلوب. ما معقول، ما معقول بنت الوحيدة تروح بيت زوجها كده من غير لا زفة ولا فرح. حرام حرام يحطم أجمل لحظة في حياة خلود. ألو، أبغى أكلم خلود. نامت؟ نامت في غرفتها؟ طيب أبغى أكلم فوزية. أيوة يا أختي يا فوزية، طمنيني. يا محمود الموضوع ما يستاهل. خلود في عيوني وهي فين يعني؟ في الشارع. أقول لك نايمة تقولي أكلمها؟ لا يكون خاطرك إلا طيب. مع السلامة. تنام هناك؟ كيف تنام هناك؟ يا ابني الله يهديك، أمه قالت إن هي في أمان ونايمة في غرفتها، والصباح رباح. أمان يا أبويا؟ أمان مع عماد؟ بعد اللي صار تقول لي أمان؟ قال زمان عماد قال. أبويا خليني أروح أجيبها. الله يخليك. طب بلاش أروح لوحدي، تروح معايا يا أمي عشان تتطور الأمور. أنا ما عندي مانع، لكن أبوك هو المراد. إحنا ما نبغى مشاكل، إحنا أهل. التهور والاندفاع ترى مو حل. هو خلى فيها أهل؟ ده خلاها خل. اللي قاهرني إنه خلى أختي ما تتمتع بأحلى أيام حياتها. كسر نفسه الله يكسر نفسه.
يا ابني الله يصلحك ويهديك، انت ليش ما انت راضي تقتنع انه عماد اصبح الان زوجة؟ رضينا ولا ما رضينا؟ تقوم ننسى العادات والناس؟ معقول في بنت تتزوج بالطريقة دي؟ يا ام محمود الله يهديك ويصلحك، احنا لو عندنا هيزيد ويصر على موقفه. اتمسكن لحد ما اتمكن، حط قدام الامر الواقع. امر الواقع يعني ضاعت خلود. ليش خايفة؟ لا تخافي، لا تخافي اهدي، انا زوجك، زوجك على سنة الله ورسوله وبالشرع. اللهم اجعل خير يا رب، استر يا رب، يا رب لطفك يا رب. خير خير يا ام محمود، ايش بك؟ خير؟ حلم مزعج، البنت يا ابو محمود، خلود، خلود ضاعت. اهدئ كده وصلي على النبي، هجيب لك كاسه مويه قوام. يا رب لطفك يا رب. ايش بتسوي؟ روحي تتكلمي. تاخذي المفتاح؟ وليش خايفة؟ ليش خايفة؟ ها؟ بطلي بكرة. بطلي بكرة. بطلي بكرة، أقول لك بطلي بكرة. لا تفضحيني أمي. الباب بص بص بص. خلاص خلاص. ليه خلود بتبكي؟ احنا ما اتفقنا ما تزعلها؟ قول يا امي. يا امي انا ما سويت لها شيء. عاجبك؟ عاجبك دي اللي تسوي مصايب بيني وبين امي؟ لازم ما تفتح. اسكت، اقلب وجهك، روح اشتري لنا شاهي، امشي.
ماشي أنا راجع. ها راجع. أيوة نعم زي ما اتفقنا، من هنا ورايح التعامل يكون مع عماد شخصيا اللي هو أنا بالضبط. أيوة نعم أنا المسؤول الآن عن الشركة الأم وجميع فروعها. أيوة التعامل معاي مباشرة زي ما اتفقنا. تمام عليك، مع ألف سلامة. مع السلامة. عادل خذ الورقة هذه وتروح الحقوق المدنية قسم العقار وتجيب لي طلب استدعاء، مفهوم؟ هذا بخصوص العقار رقم 4. انت مالك ومال الموضوع ده؟ اسوي اللي بقولك عليه وخلاص. حاضر. انا ما كنت متوقع انك حقير بالشكل ده. عادل روح مكتبك، روح. محمود حبيبي هدي اعصابك، هدي اعصابك لا تتهور، احسن الطبخة تشيط وتحرقنا كلنا. تقدر تفهمني ايش اللي انت سويته ده؟ هادي مارست حق الشركة، خلوص زوجتي ومن حقي اطلبها في اي وقت. عماد ارجوك احنا اهل، لا تدمر كل شيء حلو بيننا. انت بالشكل ده صاير انسان حقودي. اللي بيننا تدمر من زمان، من زمان يا محمود. والأهل اللي بتقول عليهم هدول هم اللي سرقوا أبويا. اللي بيننا تدمر من يوم ما انطردت في الشارع أنا وأمي من بيت أبويا، من يوم ما تهنا في انصاف الليالي ما احنا عارفين نروح فين، من يوم صرت انضرب من اللي يسوى واللي ما يسوى واشحت اللقمة شحته، من يومها من يومها وانا بستنى اليوم ده بفارغ الصبر. انا ماني مصدق انت مصدق الافكار اللي تغسل بيها مخك دي، دي مجرد امي ما تكذب علي وخالي ما له اي مصلحة في انه يخبي، والموضوع ده على فكرة كل الناس عارفينه الا انت واهلك. للاسف زرع جواك شوية أوهام ما لها أساس من الصحة. عماد للمرة العاشرة بقول لك ما لك حقوق عند أي أحد، لا عمي ولا أبويا. أبوك هذا هو نفسه اللي عمك سارقه ولاهف كل ورثه. أنت معقد مريض مش معقول، أنت شيطان. عماد هذا ما يبرر تصرفك مع إنسانة إنسانة مسكينة زي خلود. يا أخي حرام عليك، ليش تعيش عقدك وحقدك؟ خلود كانت تستناك وتستنى رجعتك وليتك ما رجعت. وخلود نفسها هذه زوجتي وما حد له حكم عليها غيري أنا. حبيبي لا تضيع وقتك. أنا ما توقعتك بالقدارة دي يا عماد، ما توقعتك. لكن أسمع، شوف لو لمس شعرة واحدة من خلود لا أخليك تندم على اليوم اللي رجعت فيه.